ولكن من الاخبار اللي قلقتنا كتير في مباراه الاهلي والزمالك هو خروج محسن رمضان نجمنا نجم منتخب مصر والنادي الاهلي مصاب. طب حالته ايه؟ شفنا ناس كتيره بتتكلم يعني ان شاء الله كدمه في الصابونه تبقى حاجه بسيطه، وعشان كمان نتاكد ونطمن على محسن رمضان لانه الحقيقه من افضل اللاعبين ولاعب مؤثر جدا مش بس في النادي الاهلي ومنتخب مصر، كان لازم يكون معانا عبر الهاتف. اهلا بيك يا محسن. كابتن هيثم، اول حضرتك ايه؟ والله كله تمام، احنا عايزين نطمن عليك. الف سلامه عليك، يعني خضتنا جامد. طمنا عليك يا محسن وطمنا على محبينك ومحبين كره اليد في مصر. حبيبي يا كابتن هيثم، طبعا يعني الحمد لله، يعني هو الموضوع ما كان ساعتها، بس كان الموضوع صعب شويه، الصاله كمان كانت وحشه قوي، وهي كانت الوقعه كمان رخمه، لما انا كنت باجي انط جامب وهو زقني كمان في الهواء، فالموضوع كان صعب، ما عرفتش اتحكم اللي انا انزل، حاولت ان انا انزل على ايدي وكده ما عرفتش، وانا اخدها كلها على ايدي فنزلت على ركبتي، فالموضوع كان ساعتها صعب شويه، وما كنتش عارف بقى انا احرك ركبتي ولا اتنيها ولا افردها، كان الموضوع صعب يعني، بس الحمد لله يعني هم كانوا ساعتها كانوا متخوفين اللي هو كان يكون صليبي ولا حاجه، بس فالحمد لله في نفس اليوم رحت عملت رنين وكده، فالحمد لله الصليبي طلع تمام الحمد لله، دي اللي احنا كنا خايفين منه بس، فبس يعني فالحمد لله هو بس كدمه قويه شويه بس في الصابونه، وهريح بس حوالي 10 ايام كده ولا حاجه، وبعد كده ارجع تاني انتظم في التدريبات مع الفريق يعني باذن الله. الف سلام عليك، طمنتنا، ربنا يطمنك، يعني خضينا عليك خضه جامده جدا، ولكن يعني طمني، هل في رشح في الركبه؟ يعني برضو ساعات الكدمه القويه بتعمل رشح، بتخلي الركبه زي ما بنقول بلغه الرياضه تطبل شويه، يعني هل انت عندك رشح بسيط في الركبه ولا الحمد لله ما فيش؟ اكيد طبعا، ما انا بقول لحضرتك هو ساعتها اللي كان مخوفنا اللي هو كان يبقى صليب ولا حاجه، لان الركبه ساعتها ورمت في ساعتها، وكان الموضوع صعب شويه يعني، ما كنتش عارف بقى ولا اتنيها ولا افردها، بس الحمد لله يعني عدى يومين اهو الدنيا هدت شويه يعني الحمد لله. الحمد لله، الف سلامه عليك، وطمنا برضو عن الفريق، طمنا على الاستعدادات، طمنا على الحاله المعنويه للفريق يا محسن، خاصة ان انت يعني من اعمدة الفريق. لا طبعا يعني الفريق طبعا ماشي بخطى ثابتة، والله احنا الفترة الأخيرة ماشيين كويس جدا، أو ممكن يكون الماتش اللي فات حصل دروب ولا حاجة، بس ده احنا أول ماتش نخسره في الدوري، يعني الفريق من أول الموسم مركز الحمد لله، لاعبين بطولتين، كسبانين بطولتين، ولسه الماتش بتاع حتى الماتش اللي فات ده ما كانش فارق معانا قوي، مش فارق معانا احنا كشخصيا يعني، مش فارق معانا جدول الترتيب يعني فاهمني، كنا احنا كسبنا وخسرنا، احنا اول كنا اول الدوري، بس هو ماتش ديربي وكده وكل حاجه، وكان ما كناش الفرقه اكتريتها ما كانتش موفقه، فالحمد لله طبعا احنا الماتش بتاع امبارح قفلناه طبعا وكل حاجه بحلو او وحش، احنا قفلنا الماتش ومركزين بقى، مركزين الماتشات الجايه بقى، عشان لسه عندنا حوالي الدوري، عندنا الدوري وعندنا بطوله افريقيا وعندنا السوبر، عندنا الثلاث بطولات دول ان شاء الله اللي احنا نقدر نكسبهم يعني، مع بطوله السوبر اللي احنا خدناها ومع بطولة افريقيا نقدر ان احنا نخلص الموسم باذن الله كسبانين 5 بطولات يعني. طب محسن، يعني تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي بيسمعك دلوقتي؟ وطبعا كان قلقان عليك جدا، وشفنا بوستات كتير على صفحات السوشيال ميديا كانت قلقانه عليك، وكمان المتابع لاخبار الفريق بقوه والمساند، تقول ايه لجمهور النادي الاهلي يا محسن؟ طبعا انا بشكرهم جدا والله على الناس اللي كلمتني كلها، وكلهم كانوا قلقانين عليا، طبعا انا بطمنهم يعني الحمد لله انا بخير، وهفضل ان شاء الله موجود مع فرقتي، وارجع تاني اساعد فرقتي اللي احنا نفرحهم باذن الله، وطبعا بنوعدهم باذن الله احنا الموسم دوت اللي احنا نختم الموسم واحنا كسبانين كل حاجه باذن الله يعني، وبشكرهم جدا يعني. ان شاء الله يا محسن، ومش عايز اقول لك انت فرحتنا ازاي واسعدتنا بخبر سلامتك الحمد لله، وان اصابتك بسيطه، الف مليون سلام عليك يا محسن، وان شاء الله الجاي افضل للفريق وليك باذن الله يا محسن. محسن رمضان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكره شكرا جزيلا على وجوده عبر الهاتف على شاشه قناه النادي الاهلي. اهم حاجه يعني سيبك من كل النتائج وكل حاجه، سلامه اللاعبين وسلامه من نحبهم من اللاعبين جميعا بتبقى يعني اهم حاجه، فالحقيقه يمكن يعني اصابه محسن رمضان او خروجه مصاب من الحاجات اللي ضايقتني اكتر، طبعا الخساره حاجه تزعل، ولكن يعني اصابه محسن رمضان انا على المستوى الشخصي يعني حزنت عليها جدا وخفت على الولد جامد، لانه الحقيقه من اللعيبه الرجاله المؤثرين مش بس مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، مش بالهاند بول بتاعه، كمان بخلقياته والتزامه جوه الملعب.